جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا من أسباب انحطاط الجزائر وتقهقر المستوى المعيشي هو كما قلنا البارح تقهقر الدينار الجزائري. يعني الدينار ما عندوش قيمة، رافد مليون كلمة رافد والو معاه، جوج ملايين كلمة راه كيرافد معاه والو معاه. دار يقول لك اللي ما عنده الفلوس كلامه مسوس، ما عندوش الناس يسمعوه. هذا صراط الجزائريين برك اللي راهو كون إطار قولوا راك طبيب راك محامي راك صحافي. دوك صحافي ما بقاش عندها قيمة، ولا كلهم موظفين عند المخابرات يعطيهم بزوج دور، صحاف بدور يخرج بزوج دور، وهذا ما كان ما بقاش مهنة. ألو شوف هاد دينار جزائري كاش طاح، خلاص قيم جزائري طبيب مهندس محامي تكون واش تكون إطار سامي تخلص 20 مليون في الشهر. 20 مليون يعني عمي، إذا كي تجي تسافر يكون عندك موعد مع تونسي ولا مع مغربي، ما نقولوش مع فرنسي. هو التونسي عنده 4000 يورو في العام، دونك يخرج سمعنا يجيب. المغربي عنده 10000 يورو في العام، وزيد عنده 5000 يخلصها كي يحب يشري اون ليني. الجزائري ما يعرفش يشري اون ليني، ما عندوش الحق يشري اون ليني. الجزائري عنده البترول، دراهم البترول محطوطين في البنوك الأمريكية، باش يجي تبون يقول ما عندنا آخر ريزيرف احتياط صرف 70 مليار. يعطيك الصحة يا تبون، الله يتربحك. عندك احتياط صرف ب 70 مليار في الشعب ماهوش لاقي الخبز. مالي الو اليوم نشوف نقرا مقال حول العملة الصعبة الصعبة الجزائرية الدينار. الو كاين برلماني، اي نعم برلماني، وهذا قال لك رئيس لجنة المالية اظن. شوفوا ايه رئيس هذا عضو لجنة المالية والميزانية المجلس الوطني الشعبي، هذا في صفر اسمه صفر اسمه صفر زيرو اسمه اسمه زيرو للأسف اسمه هشام صفر اسمه هشام صفر زيرو. هذا باش يفسر تقهقر الدينار الجزائري، فسروا كما تبون. المضاربة، ايه المضاربة، قال لك شنو المضاربة؟ ايه قال لك على اختراكش تقرا مخك يحبسها. يقول لك سماسرة هذوك تاع السكوار هما اللي راهم مقلين العملة، راهم شادينها ما همش باغيين يطلبوا بزاف. وما يقول لك باسكو رانا في موسم العمره تاع رمضان وشعبان، دونك يكثروا الناس يروحوا دونك تطلع السمه، وهذا هو الواقع انه يكثروا الناس رايحين يديروا عمره، دونك انه راح يدير عمره ب 80 يخرج ب 80 يورو عمره ب 80 يورو يفكر على السكوار وعايشين في مارشي نوار. البلد الوحيد اللي حجاجها ومعطى ميريها يروحوا يبزسوا لاغني يشري في المارشي نوار دراهمو. البلد الوحيد في العالم في الدول الإسلامية دي لا الجزائري لا مازال ما شتواس انا مغاربة يروحوا للمارشي نوار باش يشري العملة الصعبة يشري اليورو ولا الدولار باش يروح يدير عمرة. يصرف يروح للبنك يصرف، وكل واحد مقدوره، اللي يصرف 2000 يورو، اللي يصرف 3000، اللي يصرف 10000.
كل واحد مقدوره، غير الجزائريين اللي يروح يصرف في سكوار وفي المارشي نوار. دونك انا يقول لك فوالا من يزيد يعطيها واحد التفسير اللي مخك يحبس، لانه يعرفوا باللي اليوم الحق الدينار سمعت تعطي 240 دينار باش يعطوا لك انرو، يعني تعطي 24000 تعطي لك انرو، انرو هذاك ما يجيبلكش باقيطه، ما يجيبلكش ساندويتش، ما يجيبلكش قرعه ما، انرو هذاك يعني 24000 ديالك راه ما يجيبلكش قرعه ما باش كي تحب تشرب. عرفوا شو يقول لهم هدايا؟ يقول لهم احد سبب ارتفاع اسعار العمله خلال الساعات الاخيره ما ردوه، يعني كل شويه كان 200 و210 و215 و200 دونك ديما قلت ما ردوه، اسمع مليح، نقص تمويل السوق السوداء بكميات اضافيه من الاورو، اي تراجع العرض وتخفيف موارده. وعلاش؟ نتيجه اجراءات تنظيم الاستيراد التي تنتهجها السلطات والتي افضت الى تضييق الخناق على جماعات تضخيم الفواتير الذين تعودوا على إغراق السوق السوداء بكمية هائلة من العملة الصعبة. دونك سكي في زيرو قال ما عادش ندير هذيك السير فاكتوراسيون، دونك نقص لورو وفي نهاية الأمر. شفتوا دونك شكون اللي يتضرر؟ المواطن الجزائري اللي يتضرر. أنت غلقت من الهيه وفتحت منا. كان وين يزيد دونك يعني هذا الحق ماهيش مليحه، لانه حنا البلد الوحيد اللي لازم تكون شي فاكتوراسيون، لازم تكون سرقه، الناس تسرق باش يكون لورو يهبط شويه. ريزونمون زيدوا يقول لك دونك كاين خناق على جماعات تضخيم الفواتير الذين تعودوا على اغراق السوق السوداء بكميه هائله من العمله الصعبه، ويقول انه في السكوار هذا الشيء اللي راهو يحدث في السكوار، انه تاع الدينار زاد حبط واليورو زاد طلع، قالت من بالله روح تقرا في الشروق باش ما تصدقونيش، بالكش ما تصدقونيش، روح تقرا في الشروق سي محمد، او العنوان يقول لك سما سيرا يلهبون الدوفيز للابقاء على السوق السوداء. كما قال لك المضاربه هي اللي خلات ما كانش عدس وما كانش لوبيا وما كانش حليب وما كانش. هذا واش يقول لك؟ يقول لك ما يحدث اليوم في سوق سكوار يوصف هو بالظاهره الصحيه. مليح هذه ظاهرة صحية، خاصة أن سوق العملة الصعبة اليوم يشهد آخر مرحلة قبل بداية اعتماد مكاتب صرف رسمية لتحويل العملة. هذا كلام فارغ، تقول لك عن مكاتب تحويل الصرف ما كانش منها، هذه ما كانش منها. ومن بعد يزيد يشرح لك هذه، يقول لك ترتفع سعر اليورو والدولار لا تراكش بزاف ناس ما رايحين للعمرة، العمرة تاع شعبان وتاع رمضان. هذه صح باش تقول لي علامة صحية، ظاهرة صحية أنه الدينار يزيد يرخص، ويا تقول لي هذا واش من نائب الصفر هذا؟ نائب تاع الشكارة، هذا هو بصفته نائب يروح للسكوان يشري، يبعث الخدامين تاعو يشروا له. دونك يضرب الاقتصاد، اي واحد يمشي يشري في السوق هذا مقصد، خاصه لانه المواطن ذاك اللي يشري مسكين 1000 2000 اورو ما تلوموش،
شوف اللي يصرف بالمئة ألف أورو والمئتين ألف والمليون أورو زوج ملايين أورو. نعم هذا كده في الاقتصاد، هذا كده في الاقتصاد. ألور باش تكونوا على دراية إنه الدينار الجزائري يمشي ويرخص يمشي وينقص، ماشي من اليوم، ماشي هالأيام هذي. نهار اللي جاب بوتفليقة رئيس الجمهورية لاحظ إنه الدرهم أغلى من الدينار، إيه الدينار التونسي تاني أغلى من الدينار، إيه وبعلاش مش عبالك؟ الدينار التونسي راهو يسوى في السوق 68 دينار جزائري، دينار واحد يعني 1000 فرانك تاع تونس كما نحسبها نقولوا 1000 فرانك، لا تجيب 6800 تاع الجزائر. 6800 دينار تونسي اغلى من الدينار الجزائري، ايه والدرهم كيف كيف، لانه الدرهم سميكار في المغرب اللي يخلص السميك في المغرب يخلص 280 أورو 300 أورو وهي رسمية 380 رسمية، ولكن كان الناس يتخدم 280 و 300 قولوا ب 300 3000 درهم 3000 درهم راهي 300 أورو، يعني المواطن سميكار المغربي عايش ب 300 أورو والسميكار الجزائري اللي يخلص السميك في الجزائر عنده زوج ملايين يجيبولو يجيبولو مليون، يجيبلو 120 أورو، 120 عنده 240 لما راني شغلت مليون يحطلو 120 مليون مسمني 100 مليون مليون وميتين مليون وميتين يعني قلب دعا يعطي مليون وميتين إلى زوج ملايين وأربعمية، زوج ملايين وأربعمية يمدلو 100 أورو، يا وحدك يا جزائري، يمدلو 100 أورو، دونك هذوك زوج ملايين ديالو ما يجيبولوش 100 أورو، يجيبولو زوج ملايين وأربعمية باش يجيب 100 أورو، هذه هي الحكاية، دونك بالنسبة للدرهم كما قرنو ماشي اللي نقولها بوتفليقة، هاو شا يقول بوتفليقة اسمع. يؤسفني أن أقول، يؤسفني أن أقول أنني لست فخورا بأن أكون جزائريا وأنا أعرف بأن 1000 دينار يجيب لكم 30 درهم. غريب أمره من يولولو 1000 دينار يجيب 30 درهم، انت روزو 1000 دينار 100000 تاع الجزائر، 100000 تاع الجزائر تجيب لك 30 درهم، 30 درهم هذيك راح تضرب بها تقدر تغدى بها، المغربي يقدر يتغدى 20 درهم، الطاجين باللحم بالخضرة ب 20 درهم ويخلص 3000 درهم، جزائري إذا خلص 20000 دينار يلزمو 1000 دينار تاع الماكلة ما تكفيهش، 1000 دينار ما تكفيهش باش تغدى، ما ياكلش كلوفات ولا لحم ولا الحوت ولا هذي ما نهدروش عليها، ممنوع الجزائر. وعلاش هذا الشيء هذا؟ لأنه أموال الجزائر
تصرف على البوليزاري، تصرف أعطيها للنيجر، وأعطيها لموريتانيا، وأعطيها لكوبا، وأعطيها باش زعما العصابة كشما تجيب مواقف لصالح البوليزاري. اللي انتهى في يورلوس بنيورك وبقى غارق الحدود على الجزائريين، وبقى غارق الحدود على الجزائريين وخليهم في الحبس باش يعيشوا بهذوك الزوج دورو ديالهم. سي نورمال، هذا الشيء طبيعي ان النظام الجزائري يبقى غارق الحدود مع المغرب باش الجزائري ما يعرفش الواقع تاع خاطو اللي عايشين في المغرب، ما يعرفش الواقع. اي بوطون اول متضرر من غلق الحدود هو المواطن الجزائري، خاصه اللي على الحدود. شوفوا هذا بعد جنون.